في قطاع صحة، يبدو أن القطاع يشهد وضعية حرجة بسبب جملة من القرارات والقوانين اللي ما لقتش ترحاب من الأطباء. فخلافا لمشروع قانون العمل الإجباري لمدة 3 سنين لأطباء الاختصاص الجدد بالمؤسسات الاستشفائية العمومية، واللي كان سبب في تنفيذ إضراب لمدة 6 أيام بداية من اليوم، فإنه محاولات الوزارة تمرير قوانين تهم القطاع دون تشريك الهياكل تفعل قبل إعلان إضراب عن العمل غدوة للأطباء الجامعيين والاستشفائيين باستثناء الأقسام الاستعجالية. وحسب عمادة الأطباء فما إمكانية للتصعيد ورفع تظلم للمحكمة الإدارية ومنظمة الشغل العالمية. متابعة لطفي المشري. السياسيين قاعدين فهمتي ولا يدعيوا أكثر وطنية من الأطباء، وقت اللي المنظومة الصحية عمرها ولا وقفت في أحلك أيام الثورة. أكد نبيل بن زينب كاتب عام المجلس الوطني لعمادة الأطباء بتونس أن مشروع قانون العمل الإجباري لمدة 3 سنين لأطباء الاختصاص الجدد بالمؤسسات الاستشفائية العمومية هو مشروع مخالف للقوانين الدولية، وفي حال تمريره يمكن التظلم لدى منظمة الشغل العالمية وكذلك المحكمة الإدارية. جاء هذا خلال ندوة صحفية عقدتها اليوم النقابات التابعة للقطاع الصحي في كلية الطب بالعاصمة. مشروع هذا مخالف للاتفاقيات الدولية، واللي صادقت عليها تونس بما أنه فما إجبارية العمل، والمشروع هذا إذا مر يمكن بسهولة التظلم بالنسبة لمكتب الشغل الدولي وحتى المحكمة الإدارية التونسية، خاطر منافي للقوانين اللي مسحها لها تونس ومنافي لحقوق الإنسان، أبسط حقوق الإنسان. ومع دخول الأطباء الداخليين والمقيمين بداية من اليوم في إضراب عام ب6 أيام بكامل أنحاء البلاد في احتجاج على مشروع القانون، ينفذ الأطباء الجامعيين والاستشفائيين غدوة إضراب عن العمل يستثني الأقسام الاستعجالية، تنديدا بما اعتبروه محاولات الوزارة تمرير قوانين تهم القطاع دون تشريك الهياكل. إضراب وطني يوم 3 جانفي على العمل الاستشفائي إلا الحالات الاستعجالية وعلى العمل الجامعي، تنديدا مشروع القانون هذايا وتنديدا مشاريع قوانين سمعنا بهم، تنديدا بغياب الحوار وتشريك الخبراء في مشكلة عويسة في تونس اللي اسمها مشكلة الصحة. هذا أكدت سلمى معلا عضو نقابة الأطباء المقيمين والداخليين أن مشروع القانون ينص على العمل الإجباري في مؤسسات الدولة ولا يهم المناطق الداخلية، على عكس ما يتم ترويجه من قبل سلطة الأشراف وبعض الجهات الإعلامية. مشروع 38/2013 هو ينص على عمل إجباري بمؤسسات تابعة للدولة، لكن للأسف وقع ترويجه كأنه عمل في المناطق الداخلية لأنه تتباع خير. نقولوا باش كي الطب يقولوا لا باش يوليو ما يحبوش يخدموا في المناطق الداخليه، وباش يولي تشكيك في الوطنيه، وباش تولي حمله تخوين، ونجرى عن ذلك العديد من المشاكل. اذا نقولوا نعاود ناكدوا انه هو عمل اجباري في مؤسسات الدوله، واللي احنا كاطباء شبان اللي احنا تو في طور التربص دفاعا على مستقبل الصحه، مستقبل مهنتنا، مستقبلنا، ما نجمو كان نرفضوا القانون هذا. النقابيين اكدوا ان هناك اخلالات ونقائص وعدم توازن في منظومه الصحه العموميه في بلادنا، تحتاج البحث عن حلول علميه بالتنسيق مع الهياكل المعنيه وتوفير التجهيزات والمعدات اللازمه بدل محاوله فرض حلول اعتبروها استفزازيه.